واكتب كمان يا مرحوم الولدان، ونعلمك يا حضرة مدير برنامج الحل عندنا، كتبت بأن الطريق الواصل بين الطريق العام لمزفات وبين ضيعتنا عين المغارة ليس مزفت. يا مختار بيقولوا ليس مزفتا مو ليس مزفت. لك يا عماي، هلق أنا بقول مثل ما بدي وانت بتكتب مثل ما بدك، مش حلوة كل شوية قطعني، مش حلوة مش حلوة. أمرك يا مختار ليس مزفت. واكتب كمان وتكثر فيه الجور والحفر. واكتب كمان يا مرحوم البي وقد فرشوه منذ 10 سنوات بالبحص، فطار البحص وبقيت الحفر على حالها. هلق يا انا بنقلوا يا انت رسين بتقية وحدي ابي يجتمعوش. صحيح، بس انا عم ذكرك خفت تكون نسيان. مش نسيان يا عماي، مش نسيان يا ابو حسن، سمعنا الله يخليك. امرك يا مختار. وقريتنا عطشنا ويبعد نبع المي عنا أكثر من 3 كيلومترات، أو ما فيش بقريتنا غير مدرسة ابتدائية، ويمشي تلاميذ الإعدادية 6 كيلومترات يوميا ليتعلموا من إعدادية تل البيدر، قاطعين الوديان والأنهار، متعرضين للأخطار في سبيل تلقي العلم والتحصيل. حلو يا مختار، حلو كثير. حدا عنده مشاكل ثانية قبل ما نختم؟ لك يا مختار، منشان الله خلينا نقول ألو بس، خليهم يبددوا لنا هواتف هون على الضيعة. مزبوط ما تحكي يا أبو حباب، مزبوط الهواتف أهم شيء. اكتب يا محمود اكتب. ونطالب أيضا بتمديد هواتف للقرية حتى ما تظلش قريتنا مقطوعة عن العالم الخارجي والداخلي كلهم على سواء. اكتب. حدا عنده مشاكل ثانية؟ وشو بدنا نساوي بمشكلة المقلع يا مختار؟ شو بقول مقلع؟ قال شو بقول؟ طول النهار على التفجير، الله وكيلك حيطان الضيعة ضعضعت والنسوان عم بتطرع وعم بتسقط من الرعبة. معك حق يا أبو عيسى، بس نحن ما قصرناش، ها؟ يعني ما خليناش حد، ما اشتكينا له وحكينا له قصة هالمقلع، بس ما فيش فايدة، كله على ففوش. اي لا، بس هالمرة غير كل مرة، أنا هيك بتصورها. يا سيدي وأنا كمان هيك بقول، لأنه ما في مشكلة إلا وهالبرنامج عم يلاقي له حل، هيك سمعت، والكلام على ذمة الراوي. يا جماعة نحن نسينا أهم نقطة. سعيد الشايطة مذيع البرنامج، ابن ضيعتنا وربيان منطقتنا، يعني لازم يهتم فينا. لك انت كل عمرك شاطر يا محمود، هذا سبب اساسي لحتى يتابع مطالبنا ويستمر في متابعتها. الا تعرف يا مختار، سعيد الشيطان عامل فيلا باول هالضيعه بتطير العقل. اسيدي سبحانه سبحانه المعطي الوهاب، شو بدنا فيه؟ شو بدنا فيه يا عمي؟ ان شاء الله يتهنى فيها. صدقوني يا شباب، مشاكلنا كلها راح تنحل باذن الله على يده. اصبح هلق، خلينا نختم الرساله. اكتب يا محمود اكتب، الله يرضى عليك. تفضل. ويشكر المختار وأعضاء المخترة وأهل ضيعة عين المغارة أسرة البرنامج الحلي عندنا سلفا على حل مشاكل القرية. والسلام. أفيش إشي ينضاف يعني؟ خلاص يعطيك العافية. هتلق لك حتى وقع أول واحد. تفضل. وين وقع؟ هون. وين؟ هون هون. ها؟ مطبخ إيدي. تعال يا ابو حباب وقع على شاب خلص تحت توقيع مش جنبه. يعطيك العافية، تعالوا انتوا الاثنين تعالوا. يا الله يا مهون وقعت اشوف. آسف آسف. وانت كمان انت شرف كبر خطك. هم 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 مش هم هم. يعطيك العافية. وإمتى بيطلع هذا البرنامج الحل عندنا؟ بيطلع كل يوم اثنين الساعة 5. وهلق الله يرضى عليك، بتحط هالرسالة بظرف وبتحطها بالبريد المسوكة حتى تصل بسرعة وما تضيع الطريق، يعني فهمت شو ما قلك؟ خلاص يا تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام.
تفضل ارتاح يا مختار، عم استناك. شرف شاوية محمود، لسه ما طلعش البرنامج. المفروض يطلع هلا، ما بعرف ليش تأخر يا مختار. اي صارت الساعة 6 الا تلت، وعلى اساس موعده الساعة 5. ولك ايه طول بالك يا ابو عيسى، العمش وبصلتك محروقة. غصب عني يا ابو حبيب، غصب عني، مو بيدي. سيداتي سادتي، والان انتم على موعد مع البرنامج الشعبي الحل عندنا للزميل سعيد الشايطة. هيك ها، الله محيي اصلي. بتعرفوا يا شباب، لو كان البرنامج مش مهم ما كانتش المذيعة قدمته. ايه وما كانتش ذكرت اسم سعيد الشايط اصلا يعني. انا على الهواء هلا. طيب طيب يلا. اوكي اوكي اوكي. سيداتي انساتي سادتي، اسعد الله اوقاتكم. برنامجنا لكم ومن اجلكم وفي سبيل خدمتكم، وها هي فقراتنا قد بدات. الله محيي ابو سعود. سكوت يا شباب، هاي سعيد بشحمه ولحمه عم يحكي على التلفزيون. سكوت، بدنا نفهم. الله حيه المذيع ابن طيعتنا، الله حيه والله. ها؟ ايه والله صار وتصور. الله يرحمه لابوه، ما كان ياكل الا الخبز اليابس والشنجليش. لا خلاص هلا ابو حبايب، خلاص. ايه بيعونا سكوتكم شوي يا اخي، بدنا نسمع. عما امرك غريب انتو. بعدين شو يعني؟ شو بدنا بابوه هلا؟ ها؟ عيب يعني اذا كان عم ياكل خبز وشنجليش؟ ليش؟ نحن شو ما ناكل هلا؟ أولاً لدينا استطلاع مصور عن حارة ظهر الأرنب. ثانياً لدينا أيضاً شكوى عن زحمة السير في ساحة دب الراسة. ثالثاً هناك رسالة من قرية خربة الفحم حول انقطاعات التيار الكهربائي. رابعاً لدينا بعض الردود والحلول من الجهات المختصة حول بعض القضايا المطروحة. شو القصة يا محمود؟ كنك ما بعثت الرسالة انت بالبريد المضمون كنك. والله بعثتها يا مختار، صدقني بعثتها وبالبريد المسكر كمان. يا حيف على تعبنا، لأنه ما جاب سيرة شكاوينا بالبرة، معناها ضاعت. لك شو ضاعت انت الثاني؟ أنا حطيتها بإيدي وقالوا لي مركز بريد إنه بيومين بالكتير بتكون بالتلفزيون. إي والله لو بعتين على ظهر مملي لكانت وصلت. سيداتي سادتي، نتابع معكم الآن فقرات البرنامج. رسالة من قرية الرفسي حول مشكلة الحمير الشاردة. نعيدكم بتحقيق مصور في أقرب فرصة. وإلى أهالي قرية عين المغارة، نعيدكم بأن بعثة تلفزيونية ستزور قريتكم يوم السبت القادم الواقع في 1/1 سنة 2000. طيبة أبو سعود. أي لكان يا شباب، هذا سعيد الشايطة من ضيعتنا مش مسخرة، وبكرة رح يبعت شيات التلفزيون كل اللي عندنا. يا عماي حلو الدعم، شو الحكاية؟ بس ويكن يا شباب، بدنا نحكي لنا كل مشاكلنا. ما بدها حي المسألة. مو معقول، شو عم تحكي لك؟ بدنا نحكي كل شيء. هاي الفرصة اجت على رجليها، مو معقول نفوتها. شو بختار؟ شايف لك هدول تبع التلفزيون ما راح يجوا. وك شو بيعرفناي؟ يعني معقول ما يجوا، إلنا ساعتين عم نستنى. محمود مور مختار، ايمتين قالوا لك بدهم يجاو؟ قال الساعة 10. هاي صارت الساعة 12 وما بين حدا منهم، يعني على حساب متأخرين ساعتين. سيدي الغايب حشته معه، بعدين لا تنسوا انه الطريق محفرة ومليان جوار. كثير حلو، يعني بهالصورة رح يشوفها والطريق بعينهن على الطبيعة بدون ما حدا يقلن. أول شي يا مختار رح ناخدهم على المقلع نسمعهم ضرب الديناميت بإذنهم، شو رأيك؟ وك شو على المقلع انت ثاني؟ شو على المقلع؟ اول شيء لازم ناخذهم ونفرجيهم على المدرسه المهرهره ويلي سقفها عميد لوف وحيطانها مايله. لا يا مختار، انا رايي ناخذهم على النبع النشفانه اللي ما عم نشرب منها نقطه مي. لا ما حزرت،
المقلع اخطر مشكله بالضيعه. عليم الله يا رجال ما عم نقدر ننام، تقول زلازل مو هيك، والمرأة صارت مسقطة مرتين من صوت التفجيرات اللي بالمقلع. ها يمكن وصلوا، وصلت البسة التلفزيونية يا شباب. لك الله حي الأستاذ سعيد الشيطان اللي بيحب أهل ضيعته. السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ سعيد. يعطيكم العافية. أهلا وسهلا اللي جاي يا مرحبا اللي جاي وأهلا وسهلا اللي جاي يا مرحبا اللي جاي وأهلا وسهلا اللي جاي أهلا وسهلا اللي جاي ماني سامع اللي جاي ماني سامع اللي جاي يا مرحبا اللي جاي وتفضل أستاذ سعيد اللي جاي. يعطيكم العافية جميعا. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلا وسهلا ومرحبا. أهلا وسهلا. كيفك يا مختار؟ والله الحمد لله نشكر الله. أهلا وسهلا. اليوم عنا أكبر عيد لما شرفنا سعيد. هاتوا الشاي بالصينية للبعثة التلفزيونية. أهلا وسهلا يا شباب. أهلا وسهلا ومرحبا بالسادة الكرام. أهلا وسهلا بالتلفزيون الملون. أهلا وسهلا يا حبايب قلبنا. أهلا وسهلا يا حبايب قلبينا. الله يعطيكم العافية جميعا. الله يعافيك. وميت مرحبا بالشباب. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بابن ضيعتنا البار. الله يخليك. أي مختار، بعرفك بالبعثة التلفزيونية الأستاذ غازي أبو الكسم مخرج برنامجنا الحل عندنا وسبعتين عام، والأستاذ رمضان كابسلي مصورنا. أهلين. وانا اسمي سعيد الشيطه واكيد بتعرفوني. اهلا وسهلا. وهل يخفى القمر. الله يخليك. الله يخليك يا غازي. استاذ غازي يا اخي شو هالطريق هذا؟ قطع ماسورات السياره تكسرت وظهري مبرع من كثر الهزهزه والطجطجه والحفه. حتى تشوفوا بعينكم شو عم بصير فينا يا استاذ غازي. اي بس النهفه انه نحن ما لنا متعودين. وين بتحبوا تروحوا بالاول استاذ سعيد؟ على النبع الناشف ولا على المدرسة الخربانة؟ سلامة عرفك يا مختار. اول شي لازم يشوفوا المقلع. تسمح لي بكلمة يا مختار؟ بامر عيونك. انا مختار الجماعة جايين تعبانين وهلكانين، يعني مو لازم بالاول ناخدهم لشي محل يتغدوا ويستريحوا؟ يعني مو حلوة من وصلتهم ناخدهم على الشقة والتعتير؟ تأمر أمر من عيوني. المظافي جاهزة وعندي ديكين ظراف كثير ظراف ولحم طري مثل الفستوق. بقى شو مظافي وشو ديوك انت التاني؟ الجماعة بدهم يروحوا معي، يروحوا لمحل يشموا فيه الهواء، يشوفوا مناظر حلوة، ياخذوا له نفس معسل. شو مظافي ما مظافي هلا؟ طيب وين بدنا ناخذهم برأيك يعني؟ يعني بناخذهم على مطعم وادي الشلالات مثلا، على حد علمي انه اكله طيب كثير. وادي الشلالات؟ صحيح ما بقول لك لا، بس هذا يعني عفوا غالي كثير. ايه بس بيبيض وشك وش الضيعه ولا شلون؟ طيب يا استاذ ما بدهم يشوفوا ويصوروا هيك مشاكل الضيعه يعني؟ لاحقين مختار، لاحقين يا مختار على الشيء. بس صدقني بعد الغداء راح يصوروا لك كل شيء بدك اياه. حاضر يا استاذ، اذا كان هيك انا بامرك. يا محمود يا محمود. نعم مختار. تعال محمود، بتفوت هلق على الدار اللي عنده وبتقول لمراتي ام فواز تفتح صندوق ماليه المخترة وتعطيك منه والذي منه. على عيني. سرعة. يا سيدي ما قلتوا لي ليش جبتونا لهون؟ ما بكفي اللي شفناه واللي صورناه؟ ما هذا هو مقلع الحجار يلي حكينا لك نعلاه، هذا هو بذاته. بدك الصراحة عليم الله دخنا بعد الغداء وانتم عم تبرمونا من محل لمحل. لا ولسه ما حكينا لكم على مشكلة التلفون. نعرفها ما في داعي، يلا خلصوني. مين بده يحكي على مقلع الحجار؟ أنا يا أستاذ غازي. أنا. لا أنا يا مختار، لأني أنا أكثر شيء متضرر، بيتي أقرب شيء على المقلع. طيب اتفضل احكي يا أبو عيسى عم نسمعه. ما بدي زعل يا مختار، انت حكيت على الطريق وعلى المي وعلى المدرسه، خلينا نفتح تمنا بشي شكوى بس. لك احكي يا عمي، حد قال لك شيء؟ اذا زعلان يا مختار ما بحكي. ولا شو حتى ازعلك وعلى هالحكي الفاضي؟ احكي يا عمي احكي.
هلا خلصوني رح تصير الدنيا المغرب، انت ولا هو بده يحكي؟ انا. اتفضل معي لكان، خلي لي المقلا وراء. طيب هون هون. وانت يا رمضان الله يرضى عليك تاخذ لي لقطه من اليمين لليسار ومن تحت لفوق، وبتيجي سومته لعندهم وبتوقف. ويان دقيقتين استاذ غازي. بسيطه مو مشكله، حاجتهم دقيقتين. تعرف شو بدك تحكي يا اخ؟ ولو انا اللي بعرف، لكان ما بعرف. يلا جاهزين؟ 5 4 3 2. سيداتي وسادتي، ما زال برنامج الحل عندنا يتابع مشواره في قرية عين المغارة، يستمع ويصور مشاكل وهموم الناس. وبما أن عماد ومحور برنامجنا هو الحقيقة، فقد التقنا بالسيد أبو عيسى أحد أعضاء المخترة ليحدثنا بصراحة ومرارة عن مشكلة مقلع الحجارة. سيد أبو عيسى، ممكن تتفضل وتحكي لنا المشكلة؟ المشكلة يا سيدي، المشكلة يا سيدي انه المقلع بالاول كان بعيد عن الضيعة، بس الضيعة صارت تكبر والمقلع كمان عم بيكبر، هيك لحتى صار بلزق الضيعة، وطول النهار والليل على بمدج بمدج، الارض تحتنا صارت تهز، الكاسات بتوقع، الكراسي بتنقلب، الناس بتولول، والاولاد بيبعقوا. صدقني بالحارة الغربية انقطع نسل العالم يا شيخ، النسوان صارت تصعط من الرعبة. المشكلة كبيرة، كبيرة فعلا. مشكلة وبس؟ قول مصيبة، كارثة. احكي له، احكي له على الغبرة. هذا كله ولسه ما حكيت لك عن الغبرة والنشح. نشكر السيد أبو عيسى على هذه المعلومات، ونعيدكم جميعا بحل هذه المشاكل في أقرب وقت. برنامج الحل عندنا في خدمة المواطن دائما. أستاذ غازي، انتهينا. يلا، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. وعليكم. أستاذ، وأيمتى بده يطلع هذا البرنامج؟ مو هذا التنين ولا اللي بعده، يلي بعده. فهمتوا شيء؟ قصده يعني بعد 3 أسابيع، شرفونا نمشي معه. ماشي الحال، تفضلوا يا شباب. يا الله يا الله يا الله يا رب. العب على هالفيلم المسخرة، البطل راح يصير برقبته جبانة. هلق انت متأكد من هالقناة؟ طبعا متأكد مختار، هي القناة الثالثة. متأكد انه تحقيق اليوم راح يطلع عن ضيعتنا؟ طبعا متأكد مختار 100%. مو قال 3 أسابيع، هي صار ما لقى 3 أسابيع. وليش بعد 3 أسابيع؟ والله كثير. لك اخي مو كثير، يعني ما بدنا الوقت ليحلوا مشاكلنا، شو مفكر تنحل بيوم واحد؟ اعزائي المشاهدين، نعتذر عن قطع الفيلم ونتابع معا برنامج الحل عندنا، يقدمه لكم الزميل سعيد الشايطة. أوقات ممتعة نتمناها لكم. أهلين بربك أبو سعود. سيداتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحل عندنا. فقرتنا الأولى نبدأها من التحقيق الذي أجريناه في قرية نبع المغارة، فقد ذهبت بعثة البرنامج إلى القرية لاستطلاع المشاكل التي تعاني منها القرية، وكان لنا لقاء مثمر مع مختار القرية، كما أجرينا لقاءات متعددة مع الأهالي. وبعد أن استمعنا بعناية إلى مشاكلكم يا أهل القرية، أحال البرنامج هذه المشاكل إلى الجهات المختصة، ونبشر أهالي القرية قرية عين المغارة بأنه قد تمت معالجة مشاكلهم على النحو التالي. أولاً بشأن الطريق، فقد باشرت المداحل والزفاتات بتعبيد الطريق وسوف ينجز خلال 2 أسبوع على الأكثر. ثانياً بشأن المدرسة،
فقد أفادنا المسؤولون بأن القرية لا تحتاج إلى إعدادية مطلقاً، فعدد طلاب المرحلة الإعدادية في القرية لا يتجاوز 5 طلاب، وهم يعتبرون الذهاب والإياب إلى قرية تل البيدر القريبة نزهة جميلة. ثالثاً، بشأن موضوع الماء، فقد حلت المشاكل عن طريق نقل الماء من العين بالصهاريج، وذلك ريثما تمدد الدولة قريباً جداً شبكة الأنابيب. وفي القرية الآن أكثر من 20 صهريج يقوم بنقل المياه الباردة الطازجة مجاناً من النبع إلى القرية. أما بشأن موضوع المقلع فقد تم إغلاقه ومنع التفجير به منعاً باتاً. العمل اللي ضربه ما في حي بنوب، ما في كلمة مضبوطة. على حدا شاف شي ورشة تزفيت على الطريق يا شباب؟ ليكون بعثوا الزفاتات وما شفناهاش. اسمعوا على هالحكي اللي ما بيدخل العقل. إيه ما صار لنا ساعة جايين من البلد. إيه ما شفنا على الطريق غير بارد ام نظير وجحش ابو اسماعيل. هنشو؟ صهريج مي رايحة جاية عم تزق مي للضيعة. ليكن هالحكي فاضي. لا وشو كمان؟ ما عنا غير 5 طلاب مبسوطين كتير بالراحة والجاية على تل البيدر. أخي كل الحق على سعيد ابن ضيعتنا. ايه والله يا شباب، سعيد ضحك علينا ونحن عم نضحك ونلعب. يخرب دياره وهالكذاب، نص صندوق الضيعه راح حق هذا. انا اقول له خلينا بالاول نفرجيه على مشاكل الضيعه، وهو يقول لي بالاول لازم يتغذوا. غذاه ونسمي الهيري ان شاء الله. الحاصله ضحك علينا كلياتنا وبشي. اللي بده يضحك علينا لسه ما خلق، وانا بفرجي له الادمي. بس بدي همتكم شباب. لعيونك ابو شاهين. انت اموره بس. بدي فرجين شو من الظهر منين بتطلع لهالادمي. طول بالك، طول بالك يا ابو شاهين. لا تذوج، لا تذوج، الله يرضى عليك. يعني انت طايش وقرعون. اخي لازم يربيه ويحرمه يكذب بالتلفزيون على العالم. شو الدنيا فلتانه؟ وك شو يربيه؟ شو يربيه؟ ابو شاهين ايده فرطيه، وبخاف يروح يبتلى بالزلمه. بعدين الاستاذ سعيد نعنع، يعني ابي القاش نعره. لا تخاف مختار، كلهم كم كف وكم بوكس وكم لبطة وكم نعرة وكم طيارة على رقبته وصلى الله وبارك. يمكن يبطل يكذب علينا ويجلس لسانه. تعرف وين مزرعته؟ اي بعرف. بكرة بالدنيا عليها فماد. خلينا نعمل له أحلى استقبال ونورجيه انتو. وإن شاء الله يجي معه هذا المخرج كمان. إن شاء الله يجي مع المخرج لحتى أعمل له أحلى استقبال والتاني. قسما بالله بدني عم يرجف رجف، يعني ما بعرف كيف سمعت كلامكن وطاوعتكن. لأنه بقلبك آهات مثل حكايتنا فرد شكل. معك حق، طارت نص ميزانية المخترع على الغذا. بس بصراحة يعني خايفة تروحوا الزلمة. الشغلة ما بتستاهلش يا جماعة. مشان ربكن، مشان ربكن لا تقصوا عليه. محمود، هل أنت متأكد أنه رح يمروا من طريق دي عتمان؟ طبعا متأكد، كل يوم خميس بيجي بينام هون ويوم السبت بيروح. بس ديروا بالكن يا شباب، ما حدا يعرفنا. ها الشغلة فيها مسؤولية. لا تخاف يا مختار، نضرب ومنهرب. ايه وإذا عرفنا يعني ليش خايفين؟ ما يشتكي علينا لشل عيونه من وشه شلع. الحقوني تشوف يا شباب. مرحبا استاذ. اهلين، كيف صحتك؟ الحمد لله. عمو المختار بيسلم عليك، قلب بياك. ايه لحظه لصبه بس. تفضل هون هون بارضه خليها. تفضل. مرحبا يا بضاي. اهلين ابو شاهين. لا اهلين ولا سهلين. خير خير، شو صاير؟ ما في شيء، حابين لحظه بشوفتك الحلوه سعيد افندي. تضرب انتو الشوفه مو بس هون، وعلى الشاشه كمان. انت ما بتستحي على دمك ولا طائع شرش الحياه عندك؟ فعلا يا اللي استحوا ماتوا.
خير لك يا عمي، انا شو ساويت؟ مسكين ما سويت شيء، بس كسبت على اهل ضيعتك بهذا البرنامج الحلو عندنا، شيء حلك حل من بين كتافك. ونبشر اهالي ضيعت عين المغاره بانه قد تمت معالجه جميع مشاكلهم، الطريق تزفت، المدرسه ما في حاجه لها، صهاريج المي فايته طالع على الضياع رح تغرقها، والمقلاع تسكر بنوب. سامع؟ اسمعها باذنك، اسمعها. وانا شو دخلني؟ لك شلون شو دخلك؟ شلون؟ ما انت تفزلكت بعظمة لسانك على الشاشة الملونة وحكيت؟ مزبوط، بس انا الورقة اللي بقراها مو انا مكتبها. لك مين بيكتب لك يا ولا؟ عم يقول لك مين بيكتبها، رد عليه. لك جاوبه. لك قول. جاوبه. لك طيب شو بيعرفني؟ قول. عم بيحكي. لك مو انا، مو انا، شو بيعرفني؟ لك انا ليش جبت الضيعة ما دام بتعرف الشغلة فاضية من الأول؟ مشان يضحك علينا هو وجماعته. واللي بده يضحك علينا لسه ما خلق. لا حدا يدوكوا بالعصاية بإيدك يا شباب. لا كده محدولي. حلو بلا انسع الشايب. خليني يضربوا كم. والله ما هي علاقة أنا. آخ إيدي إيدي. يلا روح عبيت أخلق. روح. حتى أنت يا مختار. ليش أنا مانيش من الضيعة ولك؟ لك يخرب بيتك، نص مالية المخدرة حطيتها على الغداء، روح انقرع من وجهي، روح! سامعين يا شباب؟ نص مالية المخدرة حطيتها على الغداء والمعسل وذراب السخن، وهي اعترف بعظمة لسانه. استاذ سعيد جاهز؟ رح تكون على الهواء بعد 5 دقائق. ممكن تعفوني اليوم؟ مستحيل، برنامج الحلو عندنا لازم يطلع هلا على الهواء، تأخرنا كمان نص ساعة الجمهور. طيب مالك شايف حالتي؟ ولا يهمك، الجرح اللي بجبينك روح لك المكياج، وايدك المكسوره ما حنطالع باللقطات. بس ما قلت لي شو اللي سوى فيك هيك؟ حادث. يعني حادث سياره؟ يعني في شيء من هاد. وقعت مع الدرج. اصبح يلا رح نطالع لك شاره البرنامج، شد لي حالك شوي. كل شي جاهز، رح تقرأ المشاكل والحلول من هون. افتح التلفزيون محمود لشوف. لك شو بدنا بالتلفزيون؟ خلينا قاعدين عم نتسلى بالحكي. بده يطلع برنامج الحلو عندنا، مو هيك محمود؟ اي نعم هذا وقته، يمكن طلع كمان. لأنه بدي شوف سعيد إذا له عين يطلع على التلفزيون بعد هالكبسة اللي كبسنا إياها، وبأنو عين بده يقابل الجمهور. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا لكم وفي سبيلكم وفي خدمتكم. فقراتنا قد بدأت. يا لطيف موقعه هالزلمة. لك فعلا موقع بيظهر ما تربى من هذيك القتلة. قلت لكم خلوني خلص عليه من هذيك المرة ما خليتوني. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم، بجوز يعني الزلمة اخلو بعنا بايدي مرة ثانية. طول بالك ابو شهان. لا خلصونا، خلينا نعرف شو بده يخلط علينا الزلمة، خلينا نسمع. والان اعزائي المشاهدين، اليكم هذه الردود والحلول التي جاءتنا ردا على الشكوى المقدمة من قرية ام التينات. اولا بشأن مشكلة الخبز، فقد عوقب الفران الغشاش وزيدت مخصصات الدقيق، واصبح الخبز في القرية يضاهي في نضجه البسكويت ومتوفرا لهم جميعا. بالنسبة لمشكلة جفاف الينابيع والآبار، فقد تم إغلاق المسابح الخاصة تماما، وعادت المياه تسرح من الينابيع وتفيض من الآبار. محمود طفي التلفزيون أحسن ما كسره. أنا ما عاد فيني أتحمل بنوب. شو؟ شو تكسره؟ هذا تلفزيوني الخاص من صندوقي مش من صندوق المخترة. أنا فرجيك، أنا فرجيك يا سعيد الشايطة. ما بكسر راسك، ما بكون أبو شاهين. وبشرتنا مديرية البرق والرعد بأن منخفضا جويا قادما إلى المنطقة، وسوف تعم الأمطار والثلوج وتمتلئ الآبار. أنا ما دخلني، الله وكيلكم ما دخلني، هيك كاتبين لي بالورقة، ما دخلني. الله لا يعطيك العافية، بهدلت البرنامج يا سعيد. شو يا أستاذ؟ تطلع على الهواء وتقول ما دخلك؟
شو يعني اللي عم نحكي كله على الفاضي؟ ما له طعمة؟ يا سيدي بالعكس، كل الكلام على رأسي وأنا أول واحد مسده. لكن شلون عم تقول ما دخلني؟ يا سيدي الله يلعن الشيطان، زلت لسان، هذا اللي صار. بس زلات اللسان يا أستاذ بتعبر عني بقلبك على المزبوط. شو بدك تضحك علي؟ أنا اللي بعرف. يا سيدي الله يخليك، أنا على كل حال رح أعطيك إجازة 5 سنين وبلا راتب لحتى تعرف إن الله حق. يا جماعة اسمعوني منيح، أنا بوّل شوارب أخي سعيد وبعتذر منه قدامكم جميعا. لا يا رجل لا يا طيب، شو اللي صار بخيلك؟ يا سلام عليك يا أبو شاهين. ما تواخذني يا أخي سعيد، ما تواخذني على هالكام ضرب اللي بدروا مني تجاه في غيمة ومريت. بس كان بيستاهلوا لا؟ بدك تعملنا عزيمة بمناسبة الصلحة على حسابك يا مختارها. لا مش على حسابي، على حساب صندوق المخترة معلاي. يا جماعة اليوم التنين شو نسيتوا؟ وخمسة وثلث صاري افتاح التلفزيون يا محمود لنتفرج. سيداتي آنساتي سادتي، برنامج الحل عندنا منكم لكم إليكم ومن أجلكم، فابقوا معنا. بتعرف هؤلاء هالمذيع؟ لا والله ما بعرفه، أنا مثلكم هاي أول مرة بشوفه. نبدأ فقرتنا الأولى بالرد على مشاكل حارة باب البطيخ. أولاً بشأن القوارض المنتشرة والكلاب الشاردة، فنبشركم بأن الجهات المسؤولة قد أطلقت في حارتكم 100 قط بالغ. قسم منها سيتعامل مع الكلاب الشاردة والقسم الآخر سيتعامل مع القوارض. أما بشأن مشكلة كشاشي الحمام فنبشركم بأنه تم استيراد صقرين وشاهينين لملاحقة كل كشة طائرة. لك أطفونا هالجهاز أطفوه، حاجة مسخرة ولد حياة. ليش مش مزبوط الحكي اللي عم يحكيه؟ ليش بس أنا اللي بكذب؟ الله يعينك على أهل ضيعتك يا معتر. سألوني إلي، أنا اللي بعرف. سؤال غسان، بس إذا بدك تزعل بلالي هالسؤال من عين أصله. ليش لحتى أزعل؟ شو شايفتيني نقوزي؟ ما بعرف، يعني خايفة تعطرت مثل عوايدك. لا ما راح أعطرت، تفضلي. أنت ليش ما بتسلمني مصروف البيت؟ يعني ضروري كل ما بدي أشتري غراض أطلب منك مصاري؟ يعني أنت شو اللي مضايقك بالموضوع؟ أنا عم أثر عليك شيء؟ لا بس بركي لزمني مصاري على غفلة، بركي حبيت أشتري شي غراض، منين بدي أجيب مصاري؟ ليش ما معك مصاري بنوب؟ أنا دائما بعطيكي فرايط. لك أنا شو بدي بالفرايط؟ أنا بدي تسلمني المصروف وصلى الله وبارك. إيه على عيني، بس أنا ما عم بفهم أنت ليش عم تطلبي هالطلب. ليش عم أطلبه يعني؟ في غير مشان وفر عليك؟ لأنه بصراحة أنت إيدك فاروتية وما عندك إدارة بالمصروف، يعني أنت لا تآخذني بتطير أكثر من نص راتبك على شغلات بلا طعمة. اللي بدي أفهمه يعني هالشغلات هي اللي بلا طعمة أنا عم بصرفها على البيت ولا على حالي؟ ما بيهمني، المهم انه الراتب عم يتبخر على شغلات ما لها ضروره. قسما بالله عم احس كانه عم نكب المصاري بالبلوعه كب. ليش انا اشتريت شيء من غير ما اخذ موافقتك؟ اي طبعا. مثل شو مثلا؟ مثلا الصيدليه البلوري اللي جنب المغسله، ليش اشتريتها؟ يعني ما كان لها لزوم. لا ابدا مو صحيح الحكي، انت قلتي لي عملت زينه العقل لما اشتريت الصيدليه، انت كنت محتاره وبدك تروحي بالفراشي ومعجون اسنان وانه الصيدليه ضبطهم. انا قلت لك هيك. ايه انت هلأ شو بدنا بالشغلات الماضية؟ نحن أولاد اليوم. تفضلي شو بتريدي؟ يلي بريده باعتبار أنك قابض معاشك جديد، خلينا نجرب يكون المصروف بإيدي، وصدقني أنت الغانم، لأنه بالنهاية أنا مالي مصلحة ولا غرض إلا التوفير وترشيد المصروف. ترشيد المصروف؟ صدقني أنت جرب وما رح تندم.
ماشي الحال امري لله. تفضلي هي 8150 راتب الشهر كله، منيح هيك؟ ايه. وليش قمت 700 ليره بقى؟ خليك معي 700 ليره للطوارئ، مصروف شخصي. هلا بلشنا بالبعزقه من هلا؟ هيفا، يعني معقوله شاب مثلي ما يحمل بجيبته 700 ليره فنجان قهوه تاكسي؟ دخيلك انت ومشاويرك، يعني ضروري تركب تاكسي من شغلك بالمرجة لبيتك بالمزة؟ ليكو جارنا ابو وليد ما بيركب لا تاكسي ولا ميكرو، مع انه شغله بالسبع بحرات. ايه طبعا، لانه سيارة المصلحة بتاخده بتجيبه. هلا انت بدك شيء؟ مسيك، هاي 100 ليرة بتجيب لي كيليين سكر وكيليين رز وعلبتين محارم وقية سنوبر. هلا بدك ياني جيب لك كل هالغراض ب 100 ليرة؟ ليش لا؟ لازم تتعلم المفاصلة، مو شو ما طلبوا منك البياعين تدفع. لك كيف انت شو عم تحكي؟ وقية صنوبر حقها 200 ليرة. لك انا اعملها ربع وقية، لانه بيني وبينك بدي اعلمك الاقتصاد والتوفير. ايه طبعا لك كان ضروري هيفا، على كل ما في مشكلة، هو اذا نقصني شيء انا بحط مني. لك يا عيني عليك، هلا بلشت تفهم علي. بدك شيء؟ لا سلامتك. يلا خاطري. الله معك، الله معك غسان. الو، صباح الخير ماما، مشتقت لك كثير. لا ما في الا الخير ان شاء الله. ماما ساويت مثل ما قلتي لي، غسان اليوم سلمني مصروف البيت. ايه طبعا، لسه بطلب منه القرش ورا القرش مثل الشحاده. الله وكيلك يا امي، العرق بكدني كد لو بدي اطلب منه لو 10 ليرات. طبعا بعدين الرجال بحس بالسيطره لما بتكون جيبته مليانه، بس هلا السيطره انتقلت لعندي. جاي على بالك تفطري عندي؟ تقبري قلبي، يا ميت اهلا وسهلا. لا والله يا ماما اليوم مالي فاضيه، بدي انزل على السوق اتبضى. اسمعي ماما، بكره جيبي معك جاتو كرواسون وتعالي نفطر مع بعض، انا بحاسبك فيهم. طيب حبيبتي، يلا مع السلامه. صباح الخير مدام. اهلين، صباح الخيرات. انا مندوبه مبيعات منشورات حاجه الجهل. اهلا وسهلا. ممكن ادخل اذا ما في سئله؟ ولو تفضلي. اهلا وسهلا. عفوا مدام، انا ما رح اخذ وقتك كثير، لذلك رح ادخل بالموضوع راسا. تفضلي. انا وداد مبرومه، مندوبه منشورات حاجه الجهل. والسبعة تنعام. مهمتي الاساسيه طبعا هي المساهمه بحمله التوعيه والارشاد والتطوير الاجتماعي والتنوير الفكري وتدعيم المفاهيم العصريه لدى الاسره العربيه. اهلا وسهلا فيكي، بس شو بتريدي بالضبط؟ حتى جاوبك على سؤالك يا مدام لازم انت كمان تساعديني وتجاوبي على استفساراتي. طبعا اذا ما في اسئله وازعاج لك، مع انه انا ما بتوقع انك ابدا تنزعجي، لانه على ما يبدو انه حضرتك منفتحه تماما والذكاء عم يشع من عيونك. تسلمي، هذا من لطفك. لا يا مدام، انا ما عم بحكي هذا الشيء ابدا من باب المديح او المجامله، اصحي تفكري هيك، بالعكس لانه انت هيك فعلا تماما، وما يدل على هذا مظهرك الانيق، ابتسامتك الجذابه وملأك الدافي. الله يخليكي. والحقيقه مدام انا دخلت على فكره كثير بيوت، بس ما شفت ابدا برتابه وذوق بيتك. يعني صحيح المفروشات ما كثير يعني غاليه، بس اللي عاطي عظمه وجمال بيتك هالبساطه اللي انا ملاحظتها وهالجو الحميمي اللي حضرتك خلقتيه. برافو عليكي، فعلا انا هيك، ودائما بقول له لجوزي عطيني حصير وخيش وترك الباقي علي، واذا ما بساوي لك البيت جني اعمل يلي بدك اياه. يا سلام عليكي يا مدام، وانا هيك بقول دائما الذوق موهبه الهيه. طبعا مدام ما بيجي بالاكتساب ابدا ولا بيفيده تعلم. طيب انسه وداد، كنتي عم تحاولي تساليني اسئله، فشو هي يا ترى؟ صحيح، شو بتشتغلي حضرتك؟ ربيت منزل. شو ثقافتك؟ واصلة الإعدادية. شو بيشتغل جوزك؟ مهندس زراعي بمشتل. كم ولد عندك؟ ولد واحد. الله يسلمه. قديش عمره البركة؟ وليش عم تسألي هالأسئلة حضرتك؟ طبعا بدي أسأل يا مدام حتى أعرف كيف بدي أتعامل معك وأختار لك اللي بناسبك. ما فهمت عليكي، يعني شو بدك تختاري لي؟ رح جاوبك يا مدام، رح جاوبك. عفوا، الاسم بالخير؟ هيفاء. شوفي يا مدام هيفاء، أول شيء بتحتاجه ربة المنزل هو المقدرة على ابتداع واختراع أطباق فاخرة ومآكل شهية وأطعمة متنوعة ما تعود الزوج يشوف على مائدته، صح يا مدام؟ بس أنا بعرف أطبخ.
إيه طبعاً تعرفي تطبخي؟ وما أحلاك ست بهالعمر وما تعرفي تطبخي، معقولة أنت يا مدام؟ بس كم طبخة بتعرفي تطبخي؟ والله ما بعرف، ما عديتهم. يعني مثلاً 100 طبخة؟ 200 طبخة؟ لا أنت الثانية مو لهالدرجة، كترتي كتير. عن جد؟ أصبح بهالمجلد حزري كم طبخة موجود فيه. كم طبخة يعني؟ 2000 طبخة شرقية وغربية ومن مختلف أنحاء الأرض، حتى على فكرة الطبخ الفلبيني والهندي موجود فيه، بالإضافة طبعا للطبخ الإسكندنافي وما وراء البحار. بالله عم تحكي جد؟ طبعا مدام، لأنه مؤسسة حاجتك جهل بعتت مندوبين لمختلف أصقاع الأرض لحتى يجمعوا أفخر المأكولات من المجتمعات العالمية. يا سلام، فعلا كتاب حلو. أنت شوفي الصور مدام، الصور لحالة تفرجي عليها بتخلي الواحد يشط ريقه. يا عيني، يعني شي بياخد العقل. طبعا مدام هذا كله ما عدا الطباعة الأنيقة وفرز الألوان بالأوفسيت. ليكو ليكو الفهرس قدامك مدام. أيوة، معجنات، لحومات، أسماك، طيور، مقبلات، اللي بدك اياه موجود مدام. على فكرة حتى إذا بدك تساوي اللبنة مدعبلة من لبن العصفور بتلاقي هون أكيد. ومثل ما بتعرفي مدام، أقصر طريق إلى قلب الرجل هي معدته. فعلا، وأنا يا ما عم أتحير شو بدي أطبخ لجوزي. هلأ ما رح تتحيري منوب يا مدام، وأنا متأكدة إن جوزك رح يطير عقله بهالمجلد. طيب أنتو شو بتستفيدوا من توزيع هالمجلدات على الناس؟ دعاية يعني؟ بالضبط مدام، لأنه مؤسسة حاجتك جهل عاملة حملة دعاية مكثفة لأشهر اسمها، وما عم تاخد من المستهلك أبداً إلا سعر الكلفة. وقديش سعر الكلفة؟ 1100 ليرة بس. 1100 ليرة مو كتير. شو الحكي يا مدام، قال كتير. هذا الكتاب بالسوق عم ينباع ب 1900 ليرة لمعلوماتك فقط، وعلى فكرة هذا السعر اللي عم بعطيك إياه هلأ ساري المفعول لمدة شهر واحد بس، لأنه عدد النسخ عنا كتير محدود، فأنا حابب تلحقي حالك. فعلا يعني هالمجلد قيم كتير، ما بتفوت. طبعا ما بتفوت، أصحك تغلطي تقولي هالحكي مدام، أكيد ما بتفوت. عفوا كم نسخة بديت؟ لا أيوة شو كم نسخة؟ واحدة بتكفيني. يعني مدام أنا بقول بلكي حدا من جيرانك من قرايبينك حابب يغتني نسخة. يصطفلو يصطفلو، مشكلته مو مشكلتي. صح مشكلتهم. طيب مدام ألف مبروك إن شاء الله. بس عفوا ما قلتي لي قديش عمر ابنك؟ سنة ونص يقبرني. يا سلام، كتير كتير حلو، الله يخلي لك يا. أنا عندي هون مطبوعات مدام بعنوان أنا أمعت وأخربش، رسومات لسن ابنك بتطير العقل، كمان من إنتاج مؤسستنا. عن إذنك. ألو، أهلين سلافة، خير شبكي؟ هي بعت لي حمى، يلا جاي فوراً. دخيلك لا تأخذيني، جارتي عم تتوجع وجوزها مو هون، يمكن جاي الطلق. شو هالحكي، سلامتها إن شاء الله. أنا عندي هون مدام كتاب حول التدابير الصحية، هي رح. دخيلك دخيلك، مو وقتها هلأ، معلشي. تفضلي، هي 1100 ليرة، شكراً كتير. شكراً يا مدام، يعطيك العافية، شكراً كتير، هذا ما بدك يا قلتي لي. بكل الحالات أنا بتشكرك مدام على هاللقاء اللطيف والحلو، ومؤسسة حاجتك جهل تشكرك من كل قلبها. شكراً مدام، أهلا وسهلا. شو هالريحة هاي؟ هيفا؟ هيفا؟ أهلين غسان. لك شو هالريحة هاي؟ شو طبخة؟ طابختلك بخير فوندو. نعم؟ لك أكلة المساوية، إنما إيه؟ حتاكل صوابعك وراها. تعال تعال دوقك لحسة طرف المعلقة. تعال غسان، هلأ بتدوق وبتصلي على النبي بتدعي لي. شو هالريحة هاي هيفاء؟ ليش هيك ريحة الطبخة؟ ما كبست نفسي نهائيا عليها. لك هلأ أنت دوق وبعدين أحكو. مسيك مسيك، دوق لك دوق. أعوذ بالله، شو هالطعمة؟ شو دين هالطبخة هاي هيفاء؟ لا تغلط غسان، هاي بير خير فوندو. بلا بير خير بلا بطيخ مبسمر، عليم الله كأني عم باكل شربة مانيزا. انه انا بدي افهم مين دلك على هالاكله، مين دلك على هالاكله؟ يا سيدي اشتريت كتاب من مندوبة مؤسسة حاجتك جهل بقى. لحظة، حاجتك جهل بقى. شوف غسان، شوف هالكتاب ما احلاه، عم اقول لك فيه اكثر من 2000 طبخة. هيفا، انت عندك 10 كتب من هذا النوع، بقى هذا الكتاب شو له لزوم؟ بعدين كله بيحكي عن نفس الاكلات. شرفي، كبة لبنية، كبة بالصينية، ملوخية ناعمة، ملوخية بالرز. صحيح صحيح، بس هون بالأخير في أكلات أجنبية صينية وأفريقية. شوف شوف. لك نحن شو دخلنا بالأكلات الأجنبية؟ هن بيستطعموا شكل ونحن بنستطعم شكل، عليم الله الطبخة اللي عملتيها مثل الصبر.
شلون مثل الصبر يعني؟ هيفا بعدين انتي عندك ألف باء الطبخ للست العزيزة وطبخهم فوق للشيف رمزي، دوق بابا دوق لأسامة السيد، كتاب لأبلة نظيرة، مجلد لمدام سمعان، بقى شو لازمك؟ شو لازمك من هالمجلد بقى؟ هيك نوع من التجديد. ولك حتى اني شاري لك كتاب للطبخ المشايخي، عرفتي هذا تبع مسعود البلهاموطي يلي بيعلمك كيف تطبخي الرز بحليب، الألماسية، المهلبية، السحلب، الهيلطية. هلأ ليش عم تبهدلني؟ هي عواد ما تنسر وتقلي الله يعطيك العافية. بقديش اشتريتي هالكتاب؟ يا سيدي اشتريته أنقص من حقه ب800 ليرة. ولي ليش وحقه؟ 1100 ليرة. 1100 ليرة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. منين اشتريتي؟ من على الباب. بكانو باب؟ باب بيتنا. هيفا هيفا اللي بيبيعوا على الأبواب نصهم محتالين. الكتاب اللي اشتريتيه بأنقص ب800 ليرة، على البسطة حقه 300 ليرة. شو هالحكي؟ لك شو مفكرة لكان؟ يعني أكلت مقلب مو هيك؟ إن شاء الله تأخذني غسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قومي حطي لي حواضر، قومي وكبي لي هالطبخة بالبلوعة. مرحبا مدام. أهلين، أمور. أنا مندوب ماركة الساطور السحري اللي بتطلع بالتلفزيون. إيه شو بتبيع يعني؟ سكاكين حدة مدام. بالله حلو كتير، جيت بوقتك. ورجيني هالسكاكين عمل معروف. تفضلي. كيف مدام؟ شايفة هالسكين؟ هي صغيرة كتير يعني ما بتعبي العين، بس فعلها كبير كتير، ومشان هيك رح أرجيكي هلأ ديمونستريشن قدام عينك. شايف شو صار بالعلبة مدام؟ مشان تطمني أكتر رح أعمل لك تجربة تانية. شايفة هالخشبة؟ شوفي هلأ شو رح يصير فيها. شايف شو صار بالخشبة مدام؟ ايه شو بدي بتقطيع الخشب انا؟ ايه شو شايفني فاتحة محل نجارة؟ لا يا مدام، انا عم ارجيكي مدى الحدة تبعها. في عندك بوري مي نص انش؟ وليش البوري كمان؟ ما في داعي، اذا ما عندك انا عندي. شايفة هالبوري مدام؟ شايفته. Now you see it, now you don't. شوفي هلا شو رح يصير بهالبوري. شايفه يا مدام شو صار بالبوري؟ انقسم نصين، آسين اون تي في تماما. المهم هلا هي السكاكين بتأشر باذنجان؟ شو باذنجان ما باذنجان يا مدام؟ هي سكاكين بتقطع جلد الفيل، لكن هي سكاكين الساطور السحري. ماشي الحال، اعطيني سكينتين لكان. لا يا مدام سلامت فهمك، هي سكين بتنباع مجموعة واحدة. وقديش حقها المجموعة؟ يعني 600 ليرة. 600 ليرة؟ كثير. بالعكس يا مدام رخيص كتير، بعدين نحن هلا عاملين اوكازيون. ماشي الحال، لحظة لجيب لك المصاري. يا طيب القلب وينك؟ عم تهجرني مشتاق لك يا حياتي، عسى يردك حنينك. تفضل هي 600 ليرة. يسلموا هاليدين مدام، إن شاء الله بتكسريهم بالهنا، بخاطرك. شكرا. اتخيلك بالما. هي كمان انكسرت، فظاع على ايدي انا التانية. شو دبجي هي علينا؟ ايه ولا وحده ساق سليم. شو بدي ساوي؟ لا ما في غير اني ارجع للقديمه. مرحبا هيفا. هلا غسان. شو هالكومة هي المحطوطة قدامك؟ شو هدول يعني السكاكين؟ وليش هيك مكسرين؟ ماني شايفهم قبل هالمرة. هدول اشتريتهم جداد. من مين اشتريتيهم؟ من على الباب. أنو باب؟ يعني أنو باب؟ باب بيتنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك أنا كم مرة فهمتك لا تشتري شي من على الباب؟ يعني قلة الدكاكين وسواق عنا بالبلد؟ قلت لحالي إجا والله جابه، لأن السكاكين القديمة عم تعذبني كتير. وقديش دفعتي حقكم هالخرطة؟ 600 ليرة. 600 ليرة؟ ولك مو حرام عليكي؟ إيه والله لو شفتهم ملحوشين بالأرض ما بيقيموا من أرضهم. ليش؟ والله منظرهم بغر. بغر وحدة مثلك غشيمة
بينضحك على عقله بكلمتين. بس والله قطع قدامي خشبة هالسمك سمكة ونشر علبة حديد ودباح. هلأ شو بدنا بهالعلك المصدي؟ البيت انجانات تقشروا معك؟ لا بقى الله يرضى عليك غسان، نزيل على السوق واشتري لي طقم سكاكين لحتى اقدر لحق لك الطبخة. أمنتوا بالله على هالنهار؟ هات المصاري لشوف. خد هاي 150 ليرة بس بدي اياهم شغل ألمانيا. ها طقم سكاكين شغل ألمانيا ب 150 ليرة؟ إيه ما بعرف، دبر راسك ليش البحترة؟ بعدين إذا نقص حط منك. حط مني هيفا. يعطيك العافية. الله يعافيك يا حبيبي. شو شايفك واقف على باب بيتنا؟ ايه والله يعني عم تسبب. ليش حضرتك شو بتبيع؟ افلام فيديو خاصة يلي ما بتنعرض بالتلفزيون ابدا. شو قصدك يعني؟ لا استاذ لا، لا يروح زنك لبعيد، انا كل افلامي رعب واجرام وقتل وكوارث ومصايب ومطاردات شرطة وقرف ودماء. عم بقول لك شيء باشعر البدن. هيك لك مثل ما عم بقول لك استاذ، هالمناظر هي حقيقية وما بيجوز يتفرج عليها الا البالغين فقط، اما اصحاب القلوب الضعيفه فمو لازم يتفرجوا عليها ابدا يا استاذ، لانه بجوز يغط على قلبهم من شناعه المناظر وكلها اسين ان تي في وغير متوفره بالاسواق. يعني حضرتك عم تدق الباب على مرتي لحتى تبيعها هالبضاعه النفيسه؟ عفوا استاذ، ليش مدامتك مو بالغه راجده؟ قصدي يعني حضرتك متجوز قاصر؟ ولك يخرب بيتك على هالمسواق العاطل اللي عم تترزق منه. شوفوا لقبضاي قسما بالله اذا بشوفك طالع على هالدرج من هون او بلمحك لمحها لاعمل لك مشكله الى اول ما لاخر. يلا امشي من هون لك. طول بالك علينا استاذ، شو عملنا؟ فصاع شو خلقك ضيق ومشراني؟ لك يلا امشي من هون، خلصني دب اغراضك وامشي اتحرك. نازل نازل نازل. يلا امشي. اصلا تضرب هذيك الساعه اللي فت فيها على بنايتكم. امشي. العمى ما اوقحه، أنا بحياتي ما شفت واحد ببيع أشرطة فيديو على البواد. العمش هيفا خير؟ سلامتك؟ شو بوشك؟ هيفا شو بوشك؟ هابب البوتكاز بوشك يعني؟ لا لا لك شو؟ أخذي أسبرين؟ الله يصلحك قلت لك لا تأخذي أسبرين، الأسبرين بتتحسسي منه. لك شو أنت ما بتفهمي؟ هلا لا تضج علي، لا أخذ أسبرين ولا ضربت على قلبي. تفهميني شو بوشك؟ هذا انت رحت من هون دقوا علي الباب وباعوني كريم لتنقية البشرة، حطيت منه على وشي قام بفرد أبي. ومين هدول يلي باعوكي؟ مندوبات مؤسسة يسلم لي هالوش. لك كم مرة فهمتك لا تشتري شي من على الباب؟ وأنا هيك قررت، بس المصيبة إنه الواحد بيخجل يصرفون، بعدين صبايا كل واحدة منهم أحلى من التانية وكلامهم كتير حلو ما بعرف ومقنع كتير. الله وكيلك ببيعوك عمود المرجى وانت واقف عم تضحك وتلعب ورضيان. قومي لك انا، قومي لك قومي. لوين؟ قومي بدي اخذك عند الدكتور قبل ما يلتهب جلد وشك. اذا من دهنه واحده صار فيه هيك كيف لو دهنه ثلاث اربع مرات؟ اشي فظيع كتير، يعني لو كذبه عليه ما يتنار واسيك بك صار فيه هيك. هيفا هذا وشك هيفا. لا والمصيبه انه عم يحرقني كتير، حاولت هوي عليه بالمروحه انصرت ولويل ما لي لقياني نسمه هوا. لك انا اوام عجلي والبسي قبل ما يصير معك اختلاطات ومضاعفات. يلا رح البس، بس اسمع غسان انا من هلا ورايح ما عاد بدي استلم مصروف البيت. مسيك غسان، هي بقيه الراتب وانت تصرف. قديش هدول؟ 400 ليره بس. ايش مفكر لكان مصروف بيكسر الظهر؟ هلا هدول اللي زادوا من الراتب ونحن لساتنا باول 4 ايام من الشهر. يا شايف غسان شايف؟ عادي لشوف عادي. قديش حقه الكريم اللي باعوك اياه على الباب جماعه يستلم لي هالوش؟ معهم حق هنن، تعرف انت المكياجات كتير غالية. قديش حقه هيفا؟ 1750 لأنه عاملين تنزيلاتها، هو حقه 2750 بس؟ بس ايه بسيطة حبيبتي، ليه زعلانة؟ هيفا يسلم لي هالوش.